مرة كتير بالنسبة لنا، يعني صعبة. يعني تخيلي إنه واحد عايش بوطنه بأمان وآخر شيء يعني يصير، يعني حاسين بالذل إحنا كتير والإهانة، يعني كلمة لاجئ صعبة كتير. The refugees themselves feel more comfortable, more happier when we're dealing with them directly in regards giving them a certain amount of payment, which they certainly need in these very, very difficult circumstances. It's much more flexible than just giving them, for example, any kind of assistance that they might not perceive as good for them. من أختي ومني ومن الوالدة، فمنشترك مع بعضنا ومنجيب مستلزماتنا الأساسية للبيت، يعني اللي منقدر عليه. البطاطا شيء أساسي بالبيت، ما فينا نستغني عنه بتعرفي، ودائما استهلاكه كتير. فمشان هيك اليوم أخذنا بطاقة الصراف وصرفت، وهلأ جاي أخذ خضرة للأولاد الحمد لله. يعني هو إحنا خسرنا كل شيء بسوريا، بيوتنا وأموالنا وكل شيء عنا خسرناه بسوريا. يعني كتير تعذبنا بالبداية بشكل لا يوصف، ما في أي مساعدات، يعني ضلينا 8 أشهر بالفعل عانينا الجوع. يعني هون حتى بيطلع ألعاب نارية بعض أيام، يعني بيخافوا بيقولوا اشتغل القصف، يعني ألعاب نارية هون حتى هيك بيقولوا إنه طلع قصف، يعني يفوتوا بتخبوا وبركضوا وبيصيحوا الله أكبر. حتى إذا مرقت طيارة بيفكروا إنه الطيارة بدها تقصفنا. يعني جد والله انه الخوف عن جد بقلوبهم. يعني عايشين بالشيء هذا. عميك فولة؟ يعني انسان تغرب لازم انه يرجع على البلد خلص، يعني قد ما عشنا هون ما قصروا معنا وكثر خيرهم، بس بلدنا بتضل احن علينا من كل بلد. انا مشتاق كثير للوالد، كثير كثير. ولكل اخواتي ولبلدي، كثير مشتاق لهم.